تزفيت 2000 جورة أخذتهم على اعتقى مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية بالشراكة مع مبادرة إنساجورة، إيمانا بمسؤوليتها تجاه المجتمع ودعمه خصوصا بهذه الظروف الصعبة وغياب الدولة. المرحلة الأولى من المشروع أي 1000 حفرة تم تزفيتهم، ومع إطلاق المرحلة الثانية التي ستغطي بداية قضاء جبيل أرادت المؤسسة أن تلقي الضوء على طريقة التزفيت وخصائص الشاحنة التي تقوم بالمهمة بسرعة إنما بتقنية وحرفية عالية، بشرح تولته شركة DSD لعدد من رؤساء بلديات المنطقة وقائم مقام جبيل نتالي خوري. اللقاء هدفه أنه نوضع رؤساء البلديات وقائم السلطة المحلية وقائم مقام حول المبادرة اللي عم ننفذها بالتعاون مع إنساجورة مشان نسكر الحفر أو الجوار اللي موجودين بين المنصف والبربارة لغاية حالات بالاتجاهين على الأوتوستراد الساحلي الدولي. اللي لفتني أكثر هي الشفافية يلي انعرضت، يلي كل مواطن بيقدر يشوف شو نعمل ويشوف المشروع كله بطريقة شفافة، هيدا الشيء بيلاقي قانون الشراء العام. المشروع سيطال الأوتوستراد بالاتجاهين، وجرى التباحث مع البلديات حول توسيع رقعة تزفيت الحفر التي تسبب حوادث سير وتهدد السلامة العامة. كل البلديات محشورة، الدولة كلها محشورة، المبادرات الفردية تشجيعية كتير مهمة لنا ومهمة للناس كلياتها. والبرزنتيشن اللي عملت عن التقنية الحديثة يعني فريدة بالعالم، في منها بثلاث بلدان أو أربع بلدان مثل ما شرحوا لنا، وبحاجة كتير لها، بتخفف الحوادث، بتخفف اللي عم بيموتوا من ورا جورة. البقعة اللي عم تهتموا فيها هي صارت زفت مهترئ وبحاجة إلى تدخل من وزارة الأشغال، ولكن هذا الشيء اللي كتير انعمق اليوم اللي صار كتير مهم بالنسبة لي كرئيس بلدية بالمنطقة، لأن كانت الطريق معبية جوار. مبادرة إنساجورة يلي سكرت حوالي 5000 حفرة لغاية الآن بكل المناطق اللبنانية هي أكبر دليل على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص مثل شركة IPT لحل جزء من مشاكل البلد.